أنظمة الدايت كتير، وكل فترة بنسمع عن أنظمة جديدة ومختلفة زي نظام البحر الأبيض المتوسط. وبشكل عام هو نظام غني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأسماك والمكسرات وغيرها كتير. والدايت ده ليه فوائد كتير، زي إنه بيحمينا من أمراض زي القلب والكوليسترول والزهايمر وبعض أنواع الكانسر. عشان تعرفوا إيه هو نظام دايت البحر الأبيض المتوسط، تابعونا في حلقة جديدة من الأهلي دايت. هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة أو نظام غذائي، هو مش جديد قوي، هو نظام غذائي اسمه البحر الأبيض المتوسط. هو من اسمه جاي من هو واخدينه من المنطقة اللي هي حوض البحر الأبيض المتوسط. إيه الفكرة منه؟ إن سكان المنطقة دي كانوا بيعتمدوا على أكل إيه، وبعض الأبحاث اللي اتعملت على الناس دي اكتشفنا إن هم كانوا ماشيين على نظام غذائي صحي جداً، بيمنحهم من الإصابة ببعض الأمراض زي الكانسر، زي زيادة الدهون، زي السكر، زي الضغط. فلما عملوا الأبحاث لقوا إن الناس دي من النظام الغذائي اللي كانوا ماشيين عليه وطبيعة الأكل اللي هم كانوا بياكلوها، لقوا إن هم بيبعدوا عن الأمراض، زائد إن هم بيحافظوا على قوام مثالي بالنسبة لهم، زي بيحافظوا على صحتهم. طب إيه هي الأكلات اللي كانوا بياكلوها وبيعتمدوا على إيه؟ لو جينا بصينا فيها هنلاقيها هي يعتبر نفس الكلام اللي إحنا بنقوله في كل الأنظمة الغذائية، بس هو بيركز قوي في الحاجات اللي فيها اكلات سمك، زي مثلا بياكل السمك 3 مرات او 4 مرات في الاسبوع، البروتين بياخدوه من السمك في الاربع مرات في الاسبوع، البروتين بياخدوه من البيت مثلا 4 مرات في الاسبوع، بيعتمدوا على اللحمه مره واحده في الشهر، بيبتعدوا عن الحاجات اللي هي ممكن تعلي اليوريك اسيد زي اللحمه كده، بيخلوها مره واحده في الشهر. اللبن حتى لما بيجي ياخدوا البروتين من اللبن بياخدوه من اللبن اللي فيه خالي الدسم شويه، زي اللي بياخدوه من الماعز او من الحاجات اللي هي زي ما بنقول عليها اللحمه الضاني، اللي هي اقل الاضرار ما تبقاش فيها نسبه دهون عاليه. الفراخ بياكلوها من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. بيعتمدوا على السكريات ياخدوها من الفاكهه. فكل دي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، لو احنا بناخد السكر من السكر المهدرج بيبقى صعب في الحرق فبيتخزن دهون في الجسم، هما بياخدوه من الفاكهه عشان سريعه في الحرق. نفس الفكره، بيعتمدوا على الخضروات اكتر، بيعتمدوا على حته ان هو ياخد الفيتامين بتاعه من الخضروات. الدهون بيعتمد على زيت الزيتون. لو عايز ياخد دهون تانية مفيدة بيعتمد على الدهون اللي في النوتس، اللي هي زي اللوز البندق، الحاجات اللي فيها دهون مفيدة عشان تحرق الدهون المخزنة في الجسم. هو كتير مننا هيسمع ان هو يعني هتبقى جديدة عليه، لكن هو الموضوع مش جديد، هو تم الدراسات عليه من سنة 1960. اكتشفوا العلماء او بعض الباحثين ان السكان البحر الابيض المتوسط، وكان اغلبهم دول اليونان والجنوب ايطاليا واسبانيا، وفي عيد دراستها سنه 1990 عالم اسمه ويلت وايت دوت تم دراسته تاني او تم اعاده دراسته، واليونسكو اعترفت بيها وسجلتها سنه 2010 في نهايه نوفمبر 2010، يعني حوالي من 10 سنين. لقوا ان النظام ده من افضل الانظمه الغذائيه على مستوى العالم كله. اكتشفوا ان السكان دول بيتميزوا ان هم معمرين، فتره متوسط العمر بتاعهم اعلى. لقوا كمان ان هم ما عندهمش علامات التمدد اللي هو علامات التقدم في العمر او علامات الشيخوخه. لقوا كمان ان السكان المناطق دي ما عندهمش اي امراض مزمنه خالص، ما عندهمش اي اصابات بالامراض الخاصه بالقلب ولا السكر ولا الزهايمر ولا السرطان ولا الضغط. فكرة النظام ده بتعتمد ان هما مصدر الوحيد اللي عندهم في الدهون هو زيت الزيتون. ده طبعا زيت الزيتون له فوائد كتيرة جدا، احنا يمكن لو قعدنا نتكلم عليها هنحتاج 10 حلقات عشان نتكلم عن فوائد زيت الزيتون. طبعا هو غني جدا بمصدر الدهون الغير مشبع، بالاضافة الى الاوميجا 3. لقوا كمان ان سكان الدول البحر الابيض المتوسط دول بيعتمدوا في غذائهم على الاسماك من حصتين لثلاث حصص او ثلاث وجبات في الاسبوع. مفيش نوع سمك معين معتمدين عليه، لكن في كل انواع الاسماك سواء كان السلمون او السردين او التونه او وفي كمان اللي هو الفواكه البحر. لقوها ان هي غنيه طبعا جدا بالاوميجا 3، فده من ضمن الاسباب او بيعد من اهم الاسباب اللي هم ما عندهمش علامات التقدم في العمر. في كمان لقوهم ان هم بيعتمدوا على الحبوب الكامله،
سواء كان الرز او العدس او الفاصوليا. لقوهم كمان يعني بيفطروا جدا من الفاصوليا البيضاء والفاصوليا الحمراء. لقوا ان هم معتمدين في غذائهم على الفواكه كمصدر للسكريات بدلا من الحلويات والسكريات العاديه. لقوا ان هم كمان بياكلوا خضروات كتير جدا في اليوم. غير كده كمان ان هم معتمدين لازم يكون في وجبتين نباتيين خلال الاسبوع. لقوا الاهم من الحاجات دي كلها ان في الطبق الاساسي بتاعهم بيبقى على المائده لازم يبقى داخل فيه شويه اعشاب وتوابل زي اهمهم الزعتر وريحان والاوراق الغار واوراق وكليل الجبل والثوم. دول كان من افضل واليانسون كان من افضل الاعشاب اللي لقوها بيضافوها للنظام الغذائي يوميا او في الطبق الغذائي يوميا على المائده عندهم. لو جينا بصينا على النظام بصفة عامة هو ده اللي احنا بنسميه اللايف ستايل. يعني هما اللايف ستايل بتاعهم اصلا صحي، بياخد كل حاجة صحية، بيعتمد على البروتين السريع في الامتصاص وفي نفس الوقت ان الجسم يستفيد منه. ما يكونش فيه نسبة دهون عالية، يعني لما بياكل مثلا صدور الفراخ اللي احنا بنتكلم فيها نسبة دهون قليلة، ما بيعتمدش على اللحمة غير مرة واحدة في الشهر، بياكل كل انواع الاكلات بس بطريقة صحية كويسة. السمك حتى ما بياكله ما ياكلوش سمك مقلي، بيخليه يا اما مسلوق يا اما مشوي. يعني هو اعتماده الكلي على الدهون كدهون صحيه زي اللي بتبقى في اللوز او في الزيوت زي زيت الزيتون او في المكسرات زي مثلا اللوز والبندق والحاجات دي كلها، دي الدهون الصحيه اللي بياخدها اللي فيها اوميجا 3. بيعتمد على الاكل الصحي اللي بيمتص بسرعه عليه الجسم عشان يوصل للعضلات. طب هنربط ده بالرياضه بقى، ان هي فكره هتلاقي الرياضيين هناك طبعا في تحسن عالي جدا. ليه؟ لان حضرتك الاكل اللي بيمتص الجسم بصفه كويسه بيوصل للعضلات بسرعه وبيتخزن بسرعه في العضلات، ما بيتخزنش على هيئه دهون. طب ازاي؟ الاكل الصعب في الهضم بيوصل ببطء للعضلات فبيحصل هدم العضلات اكتر من بناء. فده اهميه الدايت ده. لو جينا نقارن بينه وبين اي نظام غذائي هنلاقي ان هو ده الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه دايما، بنقول للناس تعتمد على البروتين من الجسم في الحاجات السريعه الامتصاص زي صدور الفراخ زي السمك زي مثلا التونه. كل دي من الحاجات المهمه اللي احنا بنقول عليها ناكلها في الدايت الطبيعي. لما يجي حد يحط نظام غذائي يقول لك كل تونه، سمك مشوي، فراخ مشويه، ابعد عن اللحمه عشان بطيئه في الامتصاص. البقوليات حتى بتاعتهم بيعتمدوا على الرز، الحاجات اللي فيها حبوب، الرده، الخبز بتاعهم بيبقى عباره عن العيش الاسمر اللي فيه حبوب فيها الياف. بيعتمدوا على الخضروات اللي فيها الياف عشان هي دي اللي بتساعد على الريكفري او الاستشفاء او بناء العضلات في الجسم. الكالسيوم او البوتاسيوم بيعتمدوا منه في الحاجات المفيده، حتى الاملاح بياخدها من الحاجات المفيده في الجسم في الاكل عشان يمتص بطريقه كويسه. لقوا كمان ان النظام في نظام الدايت البحر الابيض المتوسط ان هم معتمدين على الحبوب الكامله زي الرز وزي الخبز اللي هو الاسمر او اللي فيه رده وزي البرغل وزي المكرونه برضو. في كمان لقوا ان هم معتمدين بشكل متوسط او معتدل بالنسبه في منتجات الالبان او الجبن كمصدر للكالسيوم. ولقوا ان اللحوم بتتاكل هي مره واحده بس خلال الشهر. في طبعا يعني في النقطه دي هنتكلم فيها شويه بالنسبه للناس اللي عندهم انيميا ممكن هنزود عدد الوجبات الخاصه بالبروتين الحيواني لان طبعا لا غنى عنه. وهنتكلم دلوقتي ايه الاكلات اللي مسموح بيها في النظام ده وايه الاكلات اللي المفروض نستهلكها بمعدل متوسط وايه الاكلات المفروض ما ناكلهاش تماما وايه الاكلات اللي بتبقى نادره في نظام الدايت البحر الابيض المتوسط. بالنسبه للاكلات اللي هي مسموح بيها في نظام الدايت البحر الابيض المتوسط زي الخضروات بشكل عام وزي الفواكه وزي زيت الزيتون، البكر اللي هو الفيرجن بيبقى اول اطفى. اما بالنسبه للحاجات اللي هي بتستخدم في النظام ده او المسموح بيها بنسبه معتدله زي الدواجن وزي الجبن وزي البيض. بالنسبه للبيض المسلوق هما بياكلوه 4 مرات اسبوعيا وده برضو بيعتمدوا عليه بشكل كبير كمصدر للبروتين بخلاف الاسماك.
بالنسبه للحاجات النادره اللي هي المفروض ما ناكلهاش كتير في نظام الدايت البحر الابيض المتوسط هي اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء ممكن تبقى مره واحده بس خلال الشهر، او كمان بيفضل ان هم ما بياكلهاش خالص. بالنسبه للحاجات او الاكلات اللي هي غير مسموح بيها في نظام الدايت البحر الابيض المتوسط، مش مسموح باي لحوم معالجه او مصنعه، مش مسموح باي مشروبات مضاف عليها سكر صناعي، مش مسموح بشرب اي مشروبات بيبقى مضاف ليها سكر. بيفضل شرب الميه بكثره في الموضوع ده، او بالنسبه لنظام الدايت البحر الابيض المتوسط بيفضل شرب الشاي الاخضر وشرب الشاي العادي وشرب القهوه بس من غير اضافات. فلما نيجي نبص على طبيعه اكلهم في الحاجات دي وتقسيمها في الاسبوع، يعني السمك لما نقول من 3 مرات ل4 مرات في الاسبوع، ده معناه ان هو بيبعد عن الحاجات المضره اللي بياخد السمك. والسمك فيه اوميجا 3 اللي هي زيت السمك اللي هو بدهون مفيده بتخلي الدهون المضره اللي متخزنه في الجسم تدوب معاها فبيعتمد عليها. معنى ان هو يعتمد على طبيعه التغذيه دي اللي بتفيد الجسم علشان تخلي العضلات تعمل لها استشفاء فتتبني بطريقه احسن، يبقى هو جسمه كده صحيا كويس. زائد ان انا ما حملتش على الجسم ان يتخزن فيه نسبه دهون، معنى الدهون تتخزن في الجسم هي هتاثر على الاجهزه الحيويه اللي في الجسم. يعني على سبيل المثال الاجهزه الحيويه اللي في الجسم اللي شايلها ايه اصلا؟ دهون. طيب لو زودت عليها دهون من اللي شايلها بتاثر على كفائتها، زي البنكرياس، زي الكلى، زي الكبد، كل ما بيتكون عليهم دهون كل ما كفائتهم بتقل. فده بيؤدي على ايه؟ مثلا الاصابات اللي بتحصل، زي الامراض اللي بتحصل زي السكر، الضغط، الكوليسترول يعلى في الجسم. لو بصينا على طبيعه الاكل، السمك ما بيعليش الكوليسترول، الفراخ ما بتعليش كوليسترول، البيض بيعلي الكوليسترول بس في الصفار بس، حتى هما بياكلوه يقول لك 4 ايام في الاسبوع، ما بياكلوش طول الاسبوع، بيعتمدوا عليه بس 4 ايام بس، فبيخلي بقيه الاسبوع الجسم بيريح بنسبه الكوليسترول بيخش له. ما بياخدش دهون من الزيت العادي او السمنه المهدرجه، لا بياخدها من زيت الزيتون اللي هو مفيد اصلا ما بيتخزنش في الجسم، بياخد الدهون من المكسرات اللي ما بتتخزنش في الجسم برضه. وكميه الدهون دي بياخدها امتى وبتفضل تكون امتى؟ في وسط اليوم، ما بياخدهاش متاخر عشان يستفيد منها ان هي تديله طاقه علشان خاطر يتحرك بيها ويحرق من المخزون ما يحرقش من العضلات. فلو بصينا على النظام ده هنلاقيه هو اصح نظام ممكن يمشي بيه، لان هو ده اللايف ستايل بتاعهم. كمان ممكن الحاجات اللي بترفع معدل الحرق بالنسبه لنظام الدايت البحر الابيض المتوسط ان احنا الشاي او ازاي نشرب المشروبات صح. القهوه تبقى يفضل بعد الغداء فنجان بس من غير سكر، وبالنسبه للشاي الاخضر بعد الغداء بنص ساعه ويضاف عليها ليمون، ده بيرفع معدل الحرق حوالي 30% من نفس الوجبه للسعرات اللي احنا بنبقى واخدينها في نفس الوجبه. طبعا لقوا حاجه تانية مهمه جدا، ان التوابل والاعشاب اللي هم بيضيفوها في طبقهم اليومي على المائده زي الزعتر وزي الريحان وزي اليانسون، ودول من اهم الحاجات اللي هم كانوا بيضيفوها في طبقهم اليومي. لما عملوا دراسات عن الزعتر لقوا ان نص المعلقه الصغيره المجففه لقوا فيها كميه مواد غير او مضاده للاكسده او مقاومه للاكسده اللي بتعادل 3 اكواب من الموجوده في السبانخ. دي كانت من افضل الحاجات اللي لقوها بتدي او مقاومه لاعراض الشيخوخه ومقاومه اللي هي علامات التقدم في السن، وده كان سبب رئيسي جدا في ان هم بيبقوا معمرين وبيبقى متوسط العمر بتاعهم بشكل اعلى. لما عملوا الابحاث عليهم لقوا ان هم صحيا كويسين جدا وبيبعدوا عن الامراض اللي فيها الكانسر، السكر، الضغط، القلب، اعمارهم السنيه بتبقى اطول، صحيا اكفأ. يعني لو جبنا واحد عنده 80 سنه عايش في منطقه الحوض بتاع بحر الاوسط بياكل النظام الغذائي ده، مش هنلاقيه طبعا صحيا زي واحد عنده 80 سنه عايش في منطقه ثانيه مش ماشي على النظام ده. فاكتشفوا ان النظام ده من النظام الصحي جدا، عشان كده سموه دايت البحر الابيض المتوسط. مقصود منه ان انت تمشي على نظام الاكل بتاعهم. فنظام الاكل بتاعهم لما نيجي نفصله لقيناه مفيد جدا، حلو جدا، في ان هو بيحافظ على ان الاكل يخش الجسم يمتص للعضلات في الجسم، لان هي دي اهم حاجه، ان انا العضلات عندي تبقى قويه عشان هي اللي شايله جسمي، وعظمي يكون قوي لان هو ده الشاسيه بتاع جسمي، ده اساس جسمي.
والدهون تبقى قليلة، عشان هي دي اللي بتأثر على كل حاجة، هي سبب كل حاجة بتحصل في الجسم. كل ما الدهون زيادة كل ما يكون ممكن عندي كسل، كسل في الكبد، مشكلة في الكلى، ممكن يأثر على غدة بتاعت البنكرياس فيبقى عندي مشكلة في السكر، يبقى عندي سكر أيا كان نوع السكر ده إيه، ممكن عندي مشكلة في الهضم، ممكن عندي مشكلة كوزن على جسمي زيادة تأثر على ركبي وعلى ظهري. فطبيعي جدا لما يكون عندي وزن زياده مش هتبقى نشبهها مثلا زي العربيه كده، لما اكون شايل حمل على العربيه مش هتبقى سرعتها زي ما انا اكون شايل حمل. فطبيعي جدا انت كشخص عادي لما تمشي باكل صحي يحافظ على وزنك ولياقتك البدنيه اللي هي مسؤوله عنها العضلات والعظم، طب هتفرق كتير جدا طبعا، لان كل وجبه بتاكلها بتفيد بيها جسمك، ما بتتخزنش في حاجه غلط. فده المهم في طبيعه الاكل ده. نظام جميل جدا مفيد جدا، ولو احنا ركزنا فيه هنلاقيه هو ده اللايف ستايل اللي احنا دايما بندور عليه، اللي احنا عايزين الناس كلها تمشي عليه. اعتمد ان انا اخد السكريات من الفاكهه، طب اشمعنى الفاكهه؟ طب يعني لو كلت موز مش هتخن؟ لا، الكميه هي اللي بتفرق والميعاد بتاع الاكل هو اللي بيفرق. هما بياخدوا السكريات مثلا من الفاكهه، السكر الفاكهه بيخش الجسم وبيتبخر في لحظه، بيطير فبيتخزنش في الجسم. لكن السكر المهدرج مجرد ان بيخش الجسم بياخد وقت كبير جدا عشان تخلص منه، وعايز مجهود كبير جدا عشان تخلص منه. يعني لو خدت معلقتين سكر بالليل وما اتحركتش وما عملتش مجهود عشان احرقهم هيتخزنوا في جسمي دهون. لكن لو كلت تفاحه او موزه بالليل وقعدت ساعه بعدها ما كلتش حاجه بس وانا قاعد في مكاني، هتتبخر من جسمي السكريات اللي فيها. يبقى انا دخلت سكر مفيد لجسمي وفي نفس الوقت طار من جسمي. طب ما ممكن حد يقول طب ما انا ما اكلش فاكهه اصلا خالص وما اخدش سكر لا من الفاكهه ولا سكر من العادي، حضرتك كده مش هتاخد طاقه طبيعيه تتحرك منها، هتبقى خملان ومريض، لان انت لا خدت فيتامين ولا خدت نسبه سكريات جسمك اصلا محتاجها. انت لو ما خدتش سكر هتحس بدوخه، لان عندك نقص في السكر في الجسم. ممكن تجي لك غيبوبه سكر، ده اللي احنا بنتكلم فيها. يعني ايه غيبوبه سكر؟ يعني سكر نقص في جسمك مش زائد. الناس اللي بتجيلها غيبوبه السكر بتيجي نتيجه ان السكر اللي في الجسم قل. فمعنى ان انا ما اخدش سكر في جسمي ما اخدوش عن طريق حاجه مفيده زي الفاكهه، اللي هو ده كده انا بقلل نسبه السكر في جسمي، ممكن يجي لي غيبوبه واقع من طول. فعشان اتحرك لازم بنزين، بنزين باخده من السكريات اللي هي سريعه زي اللي في الفاكهه. هما بيعتمدوا على السكريات من الفاكهه. طيب وبيعتمدوا على ايه تاني؟ الاملاح بياخدوها برده من الفاكهه زي اللي موجوده في الطماطم، الخضروات زي الطماطم، فاكهه زي المانجا، ممكن اخد الاملاح من المانجا، ممكن اخد من الخضروات زي الطماطم. طب دي حاجه املاح مفيده، غير لما اخد ملح طبيعي عادي، ده ملح مضر، احنا بنسمي الملح والسكر دول زي السموم البيضاء، فهو بيبعد عنهم في الاكل علشان ما يتخزنوش في الجسم. دايت مفيد جدا، نظام جميل جدا، يا ريت نستفيد منه. ولو زودنا عليه عشان بس الناس تبقى فاهمه، مش انا اكل الاكل ده وخلاص، لا، مواعيد الاكل مهمه جدا. لو احنا نظمنا اكلنا اللي هو 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع باكل فيهم سمك، 4 ايام باكل فيهم فطاري مثلا يكون بيض، يفضل يكون مقلي بزيت زيتون مثلا، ما بستخدمش سمنه. النوتس مثلا زي المكسرات والحاجات دي اخدها في وسط اليوم عشان اخد منها الطاقه. باخد وجبه كل 3 ساعات، بفطر او بصحى من النوم واخد كل 3 ساعات. اعتبر النوتس دي سناكس زي السناكس اللي احنا بناكلها في وسط اليوم، تديني طاقه وفي نفس الوقت ما تخزنش في الجسم. باخد وجبات الفطار والغداء العشاء الاساسيه. بالليل ببعد عن الحاجات اللي تتخزن في جسمي، يعني لو هاخد في الغداء مثلا رز، بالليل ما اخدش الطاقة بتاعتي من النشويات زي الرز، لا اخدها من حاجة زي الخضار، هاخد مثلا خس، هاخد جرجير، الحاجات اللي تفيدني في العشاء، معاها مثلا زبادي، يفضل يكون اللبن بس لبن ماعز، عشان هما بيعتمدوا على الحاجات اللي ما فيهاش دهون، يعني اللبن العادي بتاعنا ده بيبقى فيه نسبة دهون، اللي هو زي ما بيقولوا خالي الدسم ونص دسم ودسم الجسم كامل، لا هما بيعتمدوا دايما على اللبن الطبيعي اللي مثلا من الماعز او من الخرفان، الحاجات اللي هي الصغيرة دي، لأن نسبة الدهون في اللبن بتاعهم بتبقى قليلة جدا. فلما اخد اللبن بالليل هاخده من الحتة من اللبن اللي هو خالي الدسم يعتبر، عشان ما يتخزنش دهون في الجسم. هاخد مثلا كوبايه زبادي معموله باللبن ده، معاها خضروات، معاها ثمره فاكهه،
هاخد السكريات بتاعتي في السناكس من الفاكهه، ما اخدهاش من مثلا هشرب مثلا كوبايه شاي احط معاها سكر فركتوز، سكر فاكهه مفيد جدا ان هو هيتحرق بسرعه، ما اخدش سكر عادي مهدرج. فدي نصيحه نستفيد منها ان شاء الله، ويا رب يكون في دماغكم معلومات اكتر. مع حلقه جايه ان شاء الله هيبقى في معلومات احسن تستفيدوا منها ان شاء الله. وبكده نكون عرفنا ايه هو دايت البحر الابيض المتوسط، وايه هي فوائده، وايه هي عيوبه، ولازم نحسب السعرات الحراريه اللي داخله جسمنا، وكمان عرفنا المسموحات والممنوعات ودور السوائل في الدايت ده. وبكده تكون نهايه حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي دايت.